colpi di sangue. No, allora no, asci rai, cioè, quindi, tu sei un nord, sei caro padre, io te lo... Ето това съм, шаме ще кажа за това бедър. Без сварит ми ще съхран за ея кид. Ще ще е крупе, я. Вали? А. Ади да съм рава, не е бъдър. Не болек ме, са, лова, шар, хова, шар, болера, бъд се, са. Рава. Ана, бъдъл, тумас. Ли, ям, ли? انت عارف انك هتروح بقى تعمل كده ليه؟ هذا بتقول لي تعرف هقول لك حاجه هي ايه زي ما يكون عايز ارجع اجرب اشوف لو هي هي نفس الحياه ودلوقتي اللي جربته وشفت اللي هي هي نفس الحياه مش عايزها تاني يعني هتساعدني دلوقتي يا عم تعيش تقول لي كلام بس ملوش طعم ولا معنى لكني كل شويه بقى اما اروح اشوف الحياه شكلها ايه اتغير كل سنه اروح اشوف الحياه ايوه بغيرتها. ايوه بس يعني واحد صاحبي كان عايش في لندن معانا راح سافر دبي وعايش في دبي والعيشه بقت حلوه في دبي وحشته لندن جه لندن لما جه قال الحمد لله انا مشيت من دبي مشيت لدبي بلد هنا كئيبه هنا مع انها كانت وحشاه بس عارف ان كئيبه ورجع تاني دبي مبسوط زي انا كان مبسوط عايز اقول لك مبسوط لكن انت مش هتفهم انت عندك خط واحد بس طريق واحد عبد المنعم عمره ما شرب ماشي بالطريق الصح هو كده انا لا انا مشيت كده وكده انت مش هتفهم اللي انا بقوله لك فاهم انا فاهم انت مش هتفهمني مش هتفهم يعني مش هتخش دماغك هتحسبني بس بتكلم عناية عاملة زي وحاجة بياض من هنا وبياض من هنا على عينيه شكلك مباهي تجرب ايه يعني تجرب ايه بهدله صراحة ما عاد سكران مش عارف اروح مش عارف اسوي افرض انت سكران كده واحد دخل عليك خلص عليك وكان سيبك ماشي في انت سكران في العربية كده Right. You know sleep last night? I wake up, I come see you, not here. No, I didn't go to your flat. Ah. Went home. You tell I sleep here. Yeah. أجمل حاجة في الدنيا تعرف إيه؟ تنام بدري وتقوم بدري. أجمل حاجة. قوم كده نام بدري مرة وتقوم نشيط الصبح. عندك حاجة اليوم اللي بنام فيه الساعة واحدة ولا كنت ببقى زعلان زعلان ليه ما خلتش والدي يوديك السان صبري من بدري طيب؟ ايه؟ ليه ما قلتش لوالدي يوديك والدي بيقول عند والدته مش عارف اه دلوقتي راح والدته باتت في المستشفى انا ما بحبش اقول له خلاص خلاص لا صحيح لا بس من الصبح مش هو الصبح كان عندكم؟ اه الصبح مين يا عم؟ الشيخ عياش وصلنا هنا البيت واحدة وقت رحنا والد ما كانش عندنا والد راح وودى صباح ورجع لنا للشيخ عائشة اتمشيت لنا للشيخ عائشة لغاية الفندق هنا اتصلت بي على فكرة الصبح اتصلت لي قالت عبد المنعم شوف ولد ولد وفيصل وين قلت لها شوف هشوفهم اتصلت قلت لها ولد فيصل في البيت ووالد في بيوصل صباح وده قدامه نص ساعة وده قدامه قالت تعالى نمشي انا وانت لغاية ما قريب يجي عشان كده كنت بسأل من القريب فيكم عشان يجي هو كان القريب والد كان قريب والد تقول له يقول لك ساعة ما بيزن كتير كده بعرف ان ايه يا عم امبارح انا مت من الضحك اتصلت له واحنا رايحين ساعة ما كنت بكلمه وانا مروح بعد حوالي ساعة ونص ولا ساعتين قعدت انا والاستاذ محمد مستنيين وبقى وبتهيألي ده جاي لنا
لو قاعد في البيت يقولها ما ايش هيك بتصل له بعد ساعه مرتين ما ردش استعجلت فمحمد قال لي تعال نمشي انا في مصر قلت له شوف خليني اعمل ده غاب قوي لقيته بيرد علي تاني مره بيقول لي انا في البيت انا مش عارف انا كنت هقدر اجيكم ولا لا قلت له بقى احنا قاعدين بقى لنا ساعتين مستنيينك وانت لسه قاعد في البيت وبتقول مش عارف ان كنت هتقدر تجينا ولا لا يا عم السلام عليكم لقيته بعدها بيتصل بشويه اصل انا ممكن اعدي عليكم وممكن ما اعديش قلت له يا جدع خلينا نروح انا كنت بتاع ممكن بقى إيه؟ انت عارف هو مش عارف هو عايز ايه قول احنا هاجي انا عندي حاجه مش هقدر اجي دي بتريح ودي بتريح بالظبط لكن بعد ساعتين انا مستني انا بقول له محمد لهنا يقول لي تعال بس اصل انا مش عارف كنت هقدر اجي ولا لا انا لسه في البيت بعد والله بعد ما انت مشيت بساعه ما انا عارف انا اتصلت بيه اصلا قبل ما انت تكلمني قلت له ان الشباب مستنيينك تعالى انا مش عارف انا هروح برضه وانا عارف اللي انت اللي انتم مستنيينه وكلمتوه بس انا بقى ما قلتلوش انت تصرف ساعه ما بيقول هو كان يقول لكم هو كان وراه حاجات هو اصلا قايم وراه حاجات يقول انا مش هقدر بس ما تقوليش ما هو بيتكسف يعني مش بيتكسف مش كسوف يا عم بيدور على طريقه اني يجي لكم مش عارف ومش عارف طب قول مش هاجي ده بيريح وده بيريح بيريح جدا كمان انا عم عبد الحي سأل عليها فوق هو فوق كان نايم لسه صاحي اتغدى وقاعد عبد الحي يوم ما جابش فلوس كمان قول والله العظيم بيقول الشركة بعد بكرة مشكلة يا عبد الحي انت اتصلت وفصلت ليه؟ لا انا ما كنتش شايف التليفون بس انا قلت كده برضه انت خرجت خلاص؟ احنا عند السنسبر اهو اتوصلنا اديني فاصل كده اهو هلا عمي عليكم السلام الحمد لله على السلامة الحمد لله معلش انا اول كنت نايم وانا بكلمك ها معلش كلهم بخير الله يخليك كله تمام بقول لك يا اخي شوف بتوع التليفونات قاطعين التليفون لا والله قاطعينه ها مفيش اتصال خالص دلوقتي بتصل بك عن طريق طيب طيب انا هتصل بيهم دلوقتي شوف كده وده في ايه واخيرا خليك شوف لي محمد عمل ايه عشان المدرس الساعه 5 وعمل ايه وكلمني هو بيتصل بيدور على مستني مكالمه هو كلمني دلوقتي مستني استاذ يرد عليه لا مستني مكالمه هو مستني مكالمه من واحد بيشوف له حاجه استاذ ولا حاجه زي كده هو لسه مكلمني دلوقتي بقول لك ايه صالح ما بيرد تليفونه ده الرقم اللي انت اديته لي ولا هو ما بيردش ولا على طول قافل
ما اعرفش انا عمال بكلمهم من ساعه ما مشيت. ها يا با هو في حاجه في تليفونه انا مش قادر اوصل له. ولا اي حاجه انا بتصل بيه من يوم ما انت مشيت وحياه المصحف. يا وليد فيصل يا حبيبي اتصلت بيه ما لقيتوش. كلم احمد عبد العزيز بقول انا بتصل بصالح خليه يكلمني. ما انا اتصلت بعماد قلت له قول لصالح مش احمد عبد العزيز بقى عماد قلت له قول لصالح يكلمني وبرده ما كلمناش.